إن الشباب هم الهبات بجوارهم تحلو الحياة من رام منهم همة فلسوف يلقى المعجزات طلب العلوم شعارهم وسبيلهم حتى الممات يتنافسون بحبه كيما ينال الدرجات حيوية بدمائهم لا يركنون إلى السبات فإذا أردت شجاعة فاطلب فهم نبع الحياة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تكلمتم وتكلم إخواننا عن الحسد وعن أسباب الحسد وكيف يكون الحسد. لا بد أن نتكلم عن الوقاية من الحسد، كيف أقي نفسي من شر الحاسدين. النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا الحسد وآثار الحسد، وأن من أعظم آثار الحسد العين، فقال صلى الله عليه وسلم العين حق. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقي أنفسنا من شر الحاسدين. فأول أمر نقي به أنفسنا وأبناءنا من شر الحاسدين قال أن نتحصن بالأوراد والأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، من أعظمها آية الكرسي، وأيضا المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ما تعوذ متعوذ بمثلهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من أسباب الوقاية من الحسد ألا نذيع كل ما يكون من أمرنا، أن نستر أعمالنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. وقد ابتلينا في هذا الزمان، فكثير من الناس من ينشر طعامه وينشر أعماله وينشر أولاده على الجوالات وعلى قنوات التواصل الاجتماعي ثم يشكو من كثرة البلاء والحسد والعين. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، أن نستر أعمالنا وما أنعم الله تعالى به علينا. أيضا أيها الأحباب، من أسباب الوقاية من السحر والعين أيضا أن من رأى شيئا يعجبه فليبرك، فليقول بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، فإن ذلك يذهب ما في قلبه وما في صدره من الحسد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر الحاسدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. لشبابنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
بسواعد لشبابنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أساتذتنا الكرام، مشايخنا، مما يروى عن الحسد أو من قصص الحاسدين يروى أن ملكا كان عنده ناصح مقرب وكان عنده وزير حاسد. هذا الناصح المقرب كان يكثر من قوله للملك: أحسن إلى المحسن بإحسانه، أما المسيء فستكفيك إساءته. أحسن إلى المحسن بإحسانه، أما المسيء فستكفيك إساءته. وكان يردد هذه العبارة على الملك كثيرا، كلما دخل كلما خرج دائما يردد هذه العبارة. وكان هناك وزير يحسد هذا الرجل على قربه وعلى استماع الملك له، فدخله الحسد وأراد أن يمكر بهذا الناصح. فجاء إلى الملك وقال للملك: أيها الملك، إن هذا الرجل يتكلم عنك أنك أبخر، أنك أبخر. أبخر يعني لك فائحة فم، لك فائحة رائحة فم، يعني رائحة تمكنتني. وهذا الكلام يسيء إلى الملوك، يعني المدخنين اليوم يعني. تمام، كالمدخن. تمام، إنك رجل أبخر. فقال الملك للوزير: وما دليلك على ذلك؟ وما دليلك على ذلك؟ قال: إن تقرب منك أو إن قرب إليك يريد أن يكلمك فانظر إليه كيف يضع يده على فمه أو على أنفه حتى لا يشم هذه الرائحة. وفي ثاني يوم أو في اليوم الثاني دعا الناصح إلى طعام، إلى وليمة، وأكثر له من وضع الثوم في الطعام، كتر له الثوم بالطعام. لماذا؟ حتى تصدر رائحة الثوم. وفعلا جاء هذا الناصح إلى الملك وأراد أن يحدثه، فخشي أن يؤذي الملك برائحة فمه، فوضع كمه على فمه وهو يحدث الملك. فرسخ في ذهن الملك أن هذا الرجل يتأذى برائحة فمه، وأن كلام الوزير الوزير الحاسد كلام صحيح. فأخذ بالقلم أو الدوات والورق وكتب إلى أحد عماله، وكان من عادة الملك أنه لا يكتب بيده إلا بهدية أو صلة. يعني معروف عنه لما بيكتب بإيده بيكتب معناته بشيء في مكافأة، في إكرام، إما عندما يريد أن أمر غير هام كذا اكتب أيها الكاتب أو ما شابه. فأخذ بالدوات والقلم وكتب بيده إلى أحد عماله: إذا جاءك أو وصلتك رسالتي فاقتل صاحب الرسالة فاذبحه واسلخ جلده وحشه تبنا. بس وصلتك الرسالة، اللي معه الرسالة بتذبحه وبتسلخ جلده وبتحشيه تبن، انتقاما من هذا الناصح الذي ظن أنه يتأذى برائحة فمهم. أخذ الرجل الكتاب وهو لا يعلم ما المكتوب فيه، وتوجه إلى العامل المكان الذي أرسله إليه الملك. وهو يخرج في الباب التقى به الوزير فقال: أين تذهب؟ قال: أذهب إلى العامل فلان. قال: وما ذاك بيمينك؟ قال: كتاب فيه صلة أو هدية من الملك. فقال: هبني إياها. تمام، هبني إياها. وهذا الناصح إنسان كريم، يعني صاحب نية حسنة، فقال: وهبتك إياه. فأخذ الكتاب وهو يظن أنه عطية أو هدية من الملك. عندما وصل الكتاب إلى العامل قرأ العامل الكتاب، فإذا فيه أمر بذبح وسلخ وحشو جلد هذا حامل الرسالة بالتبن. فقال العامل للوزير: أتعلم ماذا في الكتاب؟ قال: هدية أو صلة. يعني الملك أمر لي مثلا 500 دينار، بألف دينار، بشيء. فقال: فيه أمر بذبحك وسلخك وحشو جلدك تبنا. فقال: إن الكتاب ليس لي. قال: أمر الملك لا يرد. فذبحه وسلخه وحاشى جلده بالتبن ثم أرسله إلى الملك. عندما رأى الملك هذا يعني الأمر ورأى أن الناصح قد عاد، قال للناصح: ما الذي جاء بك؟ قال: التقيت بالوزير الفلاني وأعطيته الكتاب وحدث ما حدث، روى له القصة. فقال: إن الوزير قد قال لي كذا وكذا وكذا. فقال: أيها الملك، والله ما وضعت يدي على فمي إلا لأنني أكلت الثوم عنده وخشيت أن
أذيك أن أذيك ما شاء الله. وهذا مصداق قوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إلا بأهله. وأفضل من ذلك والأفضل من ذلك ما رواه رب العالمين في سورة القصص عن سيدنا يوسف وإخوته. لكننا أردنا أن نتكلم عن قصة فيها عبرة بإذن الله عز وجل، وأحسن القصص وكلناها إلى كتاب الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لله در الحاسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. نعم. يقتل صاحبه لشبابنا. شيخ علاء، حبذا لو تميز لنا بين الحسد والغبطة، ما الفرق بينهما؟ جميل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحسد والغبطة، يعني بداية إذا أردنا أن نتكلم عن الحسد، يقول أحد الحكماء الحسد يعتبر أغبى الرذائل إطلاقا، قيل لأنه لا يعود على الحاسد على اسم الفاعل يعني بأي فائدة، فقط قهر، بل بالعكس يضره ولا يؤذيه ولا ينفعه. بالنسبة للحسد كما تعلمون هو تمني زوال النعمة عن أخيك. قال الإمام الرازي رحمه الله تعالى: إذا أردت أن تزول نعمة عن أخيك فهذا هو الحسد، وأما إذا أردت أن يرزقك الله مثلها أو اشتهيت لنفسك مثل ما أنعم الله على أخيك فهذه هي الغبطة. هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول ويفرق، يقول المؤمن يغبط بينما المنافق يحسد. نعم، فهناك فرق بين هذا وهذا. النعمة من الله سبحانه وتعالى موجودة، وكما تفضل فضيلة الشيخ محمد حاج بكر أن الإنسان في الأصل عندما يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وقسمته لخلقه فيما أنعم على العباد فهذا إنسان مؤمن مسلم، لا يمكن أن يحسد، وإنما يتمنى لنفسه ما أكرم الله سبحانه وتعالى به عباده. وهنا يحضرني أيضا يعني أبيات للشعر تؤيد ما ذكره فضيلة الشيخ محمد، حيث قال الشاعر فيها المعافى ابن زكران ابن زكريا النهرواني يقول: ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فأخزاك عنه بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. فالأصل في العبد أن يكون مسلم لما قسم الله سبحانه وتعالى على عباده من نعم، وإذا ما اشتهى أمرا أو رأى في نفسه رغبة لنعمة من النعم التي هو يشعر أنها فيها نقص، نعم له أن يغبط أخاه المؤمن، لكن يبدأ بهدي الحبيب. هدي الحبيب عليه الصلاة والسلام ماذا وجهنا؟ قال: إذا رأى أحدكم من أخيه نعمة فليبركه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني بيقول بارك الله له فيها، يدعو له بالبركة حتى لا يصيبه بالحسد، لأن العين حق كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو الله تعالى أن يكرمه بما أكرم أخاه من هذه النعم. فنسأل الله تعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يكرمنا بحسن السلوك. طلب العلوم شعارهم وسبيلهم حتى الممات، يتنافسون بحب كيما ينالوا الدرجات، حيوية بدمائهم لا يركنون إلى السبات، فإذا أردت شجاعة فاطلب فهم نبع الحياة، بسواعد لشبابنا نبني بها جيل الثبات.